لنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سؤال الاهتمام مع الحصة الماضية أو في الفيديو السابق على لو فيكتور بوزيسيون مع لو فيكتور فيتاس، دابا غادي نهضرو على لو فيكتور أكسيلاسيون. المصابو ديالو هو أجي أجي، والعلاقة ديالو هي فقط أن أجي كيساوي دي في جي على دي دو تي. إذن أن أجي متجه التسارع هو المشتقة بالنسبة للزمن ديال متجهات السرعة، تفخيم. وكنلقينا دابخي la vidéo précédente, on a VG, on a l'exercice de la VX, il y a X point, il y a D du X, on a D du T, il y a un X point, VY, on a D du Y, on a D du T, il y a Y point, ou VZ, on a D du Z, on a D du T, il y a Z point. C'est-à-dire, si on a VG par tariqa ou tariqa moutajia, l'expression vectorielle de VG, il y a VX fois I, plus VY, fois g plus vz fois k. Donc là, on a l'exercice de ag. Je crois que l'exercice de ag, c'est notre tarif. Donc il y a un autre point de vg, c'est maintenant ag. Donc ag, l'inspiratoire, les coordonnées de ag. Donc on a ax, on a ay, on a az. Il y a un autre point de ag. Qu'est-ce que c'est ax fois i, zaïd ay, on a un autre point de ag. On trouve g, zaïd. AZ نضربها في K. شكون هي AX؟ شكون هي AY؟ وشكون هي AZ؟ ديال هذه الحركة نقلبوا عليها. بما أن في جي المشتقة ديالها هي AJ، إذا عندي مشتقة ديال في جي، عندي المشتقة ديال في جي. دونك AJ تساوي دي في جي سور دي دو تي، دونك عندي هنا مجموع نفس الطريقة كما نوعها أو جي. بالنسبة باش نلقاو في جي، دونك المشتقة ديالها زائد المشتقة ديالها زائد المشتقة ديالها. دونك هي دي في إكس. المشتقة ديال في إكس بالنسبة للزمن مضروبة في زائد المشتقة الأخرى هي المشتقة ديال في إكغيك بالنسبة للزمن. غادي ديفي دو في إكغيك بارابور أو طون ملتيبليي بار جي بلوس دي دو في زد سور دي دو تي ملتيبليي بار كا سكان ملتيبليي بار كا. دونك هادو هي التسليات ديال أج. دونك درنا ليدونتيفيكاسيون، قارنا هادي مع هادي، شنو كنلاحظو؟ إذا كنلاحظو أن المقدار الأولي عندنا هنايا AX، AX يعني كلمة مضروبة إي راه هو دي دو في فعل دي دو تي، متفقين؟ المقدار الثاني فاش مضروبة جي، دونك المقدار الثاني فاش مضروبة جي هو أي كريك، دونك هاد أي كريك اللي عندك هنا هو هذا، كذلك فاش مضروبة كا مضروبة في أزيد، دونك هاد أزيد اللي عندك هنا راه هو دي دو في إي على دي دو تي، متفقين؟ دونك غادي عندنا أجي، أجي عندها الإحداثيات ديالها أإكس أي كريك أزيد، شكون هو أإكس؟ شكون هو فاش مضروبة إي؟ إي مضروبة في دي دو في إكس على دي دو تي فوا، دونك هاد إي منكتبوهاش، نديروها دي دو في إكس على دي دو تي، شكون هي أي كريك؟ يعني فاش مضروبة جي؟ مضروبة في دي دو في إكغيك sur d de t, d de v y sur d de t, de même nous allons voir d de v z là d de t. C'est-à-dire qu'il peut nous avoir d de v x, mais v x, v x il y a le mouchka de x. On a un dire le mouchka de v x. Il y a le mouchka de v x. D au carré x, على d t au signe. D au carré y, على d t au signe. D au carré z, على d t au signe. Mouchka, tenia. دونك هذا الرمز ديالها هي اكس دو بوان، هذا الرمز ديالها كنرمزو لها باي دو بوان، اللي كنرمزو لها بزيد دو بوان. هذا بالنسبة للاحداثيات ديال اج. الى بغينا المنظر، الى بغينا اج بدون متجهة، راه هو لا راسين ديال ا اكس او كاري بلوس ا ايكغيك او كاري بلوس ا زد او كاري، صافي. دونك هذا بالنسبة لاج فيكتور اكسيليراسيون، الوحدة ديالو اون متر بار سكوند او كاري، وحدة ديالو هي متر بار سكوند او كاري. علاش؟ غير من هنا، بما أن هذا المتر بار سكوند، المتر سكوند موانز على السكوند، أنا كنختزوش بها لا، عند السكوند موانز على عند السكوند، عطينا هي المتر سكوند موانز هذي، ولكن السكوند تاع الكوب تولي سكوند موانز على سكوند موانز على سكوند موانز، عطينا سكوند موان موان دو اللي هي على السكوند أوسي، هذا بالنسبة لمتجهات التسارع. دونك عندنا تعبير اخر ديال متجه التسارع هي التعبير ديال متجه التسارع دون لاباز دو خيلي، دون لاباز دو خيلي، دون لاباز دو
exprimer. Donc il y a une base de projection. Ça fait il y a pas un la base de projection avec fait escapas. Ou qu'est-ce que le nisba de masarat mouhani. Ou le nisba de goum, le nisba de mousserdil. C'est le mousserdil. Et qu'est-ce que le nisba de masarat d'aïria. Il a quand même une trajectoire circulaire. Ça fait il a quand même une trajectoire circulaire. Il a quand même la base de khiné. Donc la base de khiné. يعني بحال لاباز كارتيزيان اللي هي اس جي كا دونك عندنا واحد لاباز اخرى اللي هي يو ان بي وغادي تكون هنا يو ان دونك يو لو فيكتور يونيتير كي ديجا بالنسبه لاباز اخرى اللي كنا كنعرفوا عليها انها مرتبطه بالمومي كتمشي مع المتحرك ماشي بحال هذيك لاباز فيكس دونك شي باز اللي هي موبيل خلوز بها هنايا موبيل يعني با فيكس يعني كتمشي مع المتحرك يعني المتحرك غادي هذا الزمان تفهم Donc, il y a un petit peu de temps qui est en train de se faire. Donc, le vecteur unitaire U, par définition, on voit le vecteur tangent à la trajectoire, au sens de mouvement. Donc, une semelle M, perpendiculaire à M, dirigé vers la concavité, de la trajectoire. Déjà, ça fera le masque. Dès qu'il y a un petit peu de parasol, c'est-à-dire le parasol, que ce soit dans la forme, ou qu'il y a un petit peu. إذا أجي الأكسيلاسيون ديالنا يمكن نقسموها جوج ديال المتجهات واحد لا كومبوزون طونجونسيال كيف كنديرو بالنسبة لها كومبوزون طونجونسيال اللي هي أ تي واحد لا كومبوزون نورمال اللي هي دونك كومبوزون نورمال اللي هي أ إن الرسم ديالها أ إن فوالا La relation entre AM, AT et AG, tout simplement que AG est égal, si AT, plus AM. C'est la composante normale plus la composante tangentielle. Je connais AT, je connais AM. Donc la démonstration, via l'expression via AT, mais l'expression via AM, laquelle déjà partie sur la devrait parler. Donc, il faut que nous ayons le AT et le AM. Sinon, la démonstration de 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 la AT c'est DV sur D de T. Il y a AN, la norme de AN, il y a V au carré. Sous ma la roue, je connais la roue de roue, le rayon, c'est le rayon de courbure. Le rayon de il y a le mètre. Si, si la trajectoire. Est circulaire, on a ρ est égal à r. Faites-nous qu'à dire, non, qu'est-ce qu'il y a avec A, G, l'accélération, et il y a D de V sur D de T suivant U, plus V au carré, à la R suivant N. Donc, avec l'expression, l'accélération dans la base de. De frein, ça fait donc à deux et d'essayer de AG fait la base de frein. Donc à la base de l'accélération, d'abord une deux autres, il y a la loi de Newton. Avec la première loi de Newton qui est le principe d'inertie, que ça a fait déjà le principe d'inertie. Donc je vais vous le principe d'inertie dans un, donc nous sommes le principe d'inertie, vous n'avez dans un référentiel galilien, un système isolé ou pseudo-isolé, il est soit immobile, soit en mouvement, x uniforme. Deuxième loi de Newton, voilà, je vais en détail, mais c'est pas ça. Troisième loi de Newton, qui est le principe d'action-réaction. Et on a f de a sur b vecteur, c'est au moins f de b sur Donc, nous avons la deuxième loi de Newton, qui est la deuxième loi, de Newton, qui est dans un référentiel galilien, la sommation des forces extérieures est égale à mag.
La sommation des forces extérieures est égale à m ag. القوى الخارجية كيساوي m فوق ag. شكون هو ag؟ هي الأكسيليراسيون اللي هضرنا عليها. شكون هي لاماس؟ هي لاماس ديال السيستيم ديالك مجموعة المقوسة. وشكون هي لي فورس اكستيريور؟ هي القوى الخارجية. واش كاين القوى الداخلية؟ بيان سور كاين القوى الداخلية. وهذا تصرف باش نعرف ليزومبل داكسيون ميكانيك. دونك اعتبرنا هنا عندنا ان فيل سوسبوندو ا ان بلافون. دونك إذا كان عندنا واحد الفيل سوسبوندو وهز واحد مع واحد لو بارو باغ اكزومبل. Donc, là, on a le système d'Yenna, le fil plus ballon. Donc, fait le cas, l'action du fil sur le ballon, c'est une action interne, c'est une force interne. Ce sont des forces intérieures. C'est une force intérieure. On a dit l'action de la Terre sur un ensemble caméra, c'est une force extérieure. Ça fait une petite titre. Là, on s'intéresse aux forces extérieures. Mais qu'il y a une les forces intérieures. Donc, on a dit que les forces sont extérieures. Ça fait, on a dit la signification des forces extérieures. La masse, la masse, l'accélération qu'on a fait. Donc, comment peut-on appliquer ce deuxième loi de Newton? Donc, quand on prend à l'état, la première étape, il y a la détermination, détermination du système. À l'ensemble des fluides. Ça fait, la deuxième étape, l'inventaire des forces extérieures. Des forces extérieures. J'aime le réagir. L'inventaire des forces extérieures. Troisième étape. Donc, on est quand même l'inventaire des forces extérieures. Représentation. Donc, on a un dialogue. Représentation. Représentation de ces forces. Ces forces sur un schéma clair. Sur un schéma clair. Alors, le schéma n'est qu'il connoit. Ça fait. Quatrième étape. Donc, on est quand même clair des forces à nous. Application. Application de la deuxième loi de Newton. De la deuxième loi de Newton. On est quand même la deuxième loi de Newton. Donc, la cinquième étape, il y a choix d'un repère de projection, hein, l'estrade, d'un repère, le choix d'un repère de projection. Ça fait que ça va être l'estrade. Après, projection suivant les axes. Les axes utiles, les axes de repère. Donc, l'étape de l'Oula est un fil de le système bien. Hein? L'étape de l'Oula est l'inventaire des forces extérieures. L'étape de l'Oula est le plus adéquat. L'étape de l'Oula est l'appliquer la deuxième loi de Newton. La cinquième étape est un choix de repère de projection. Mais le fait est la projection suivant les axes. Aucun autre débat l'inconnu. On cherche l'inconnu, je ne trouve bien ici. Parce que je trouve bien l'inconnu, je vois là. Celui-là, le romanisme est un petit peu d'elle. Parce qu'on trouve la deuxième loi. De Newton, ça fait. Donc, à la base, les forces extérieures, les NDI, là, on a un exemple de forces extérieures. Il y a un exemple d'action mécanique. Exemple d'action mécanique. Exemple d'action mécanique. Voilà. Donc, à vous trouver un peu la limitation. Donc, il y a le poids. Le poids P. Donc les caractéristiques de le poids, si je m'en rends compte, le poids des roches de corps, on va dire qu'il faut mettre dans le haut. On va dire qu'il faut mettre dans le haut. Mouvement sur un plan les rois horizontal, mouvement sur un plan les rois incliné. C'est vrai? Donc on va dire que c'est bien. On va dire la chute verticale. Donc la chute, surtout nous restons à visibilité, donc la chute. La chute verticale. بالنسبة للموفمون الآخر هو موفمون ديال البروجيكسيون دونك راه بحال بحال. صافي دونك غير غادي نتلقى في هاد لي كار هادو. دونك بالنسبة للبروميير كار لي كاركتيريستيك دو بي توجور لو بوان دابليكاسيون ديال بي هي لو سونتر دو غرافيتي مركز الثقال لو سونتر دو غرافيتي بحال هنايا لو سونتر دو غرافيتي دونك هذا هو الجي نقطة التأثير هنا كذلك هي الجي
La direction, c'est la verticale. La verticale ou la verticale, qui est la base. La verticale est le mustaqim de l'amour des astrales. هذا هو سطح الأرض، هذا هو الصول، تركين هذا هو سطح الأرض النامي، لكن المستقيم عمودي على سطح الأرض، ومنحها دائما نحو الأسفل، منحها دائما نحو الأسفل، دونك هذه هي بي، ردوا باكي بزاف ديال التمكين ولا بي بحال هكا راه خطأ، إلا ما كتمكنش بحال هكا، وكنزيدها متجهة، إلا تتجهد بالوحدة راه خطأ، كذلك هنا هذه هي بي، وهنا هذه هي بي. Donc, là, c'est le poids. Okay, là, la réaction du sol. Réaction du sol. Réaction du sol. Donc, nous avons la réaction du sol R, qu'elle serait Rn plus F. Ou F, il y a F. Donc, à R, il y a un tir, c'est tiré. Il y a un tir qui est tiré, c'est tiré. Donc, la première chose, c'est que le tir est un tir. كيخليش هاد لوكو غادي يخلص منو تلقين كيدفعو فيغ لو وهاد القوة اللي كتدفع فيغ لو كنسميوها إر إن لا كومبوزونت نورمال إر إن كذلك إر إن ولكن هنا ما عندناش سطح عندنا حركة السقوط ديال مكانش عندنا متفقين كذلك هاد السطح هذا إلا اعتبرنا أن الحركة واش لهاد الجهة ولا لهاد الجهة مهم بزاف تعرف من الحركة واش الجسم هذا كيمشي لهاد الجهة ولا كيمشي لهاد الجهة دونك الا اعتبرنا من حال الحركة هو هذا لو شونج دو موفمون دونك لا فورس دو فروتمون هي هذا كيكون عندها منحة معاكس منحة الحركة المجموع ديالو كيعطينا هاد اللي هي التأثير ديال السطح ديال هنا مثلا نقدر يكون عندي سون فروتمون فهاد لابارتي هادي تكون لا سيرفاس ليس مي فهاد لوكا مكنبدلهاش وكتكون عندي ار هي ار ان إذا تعني دو كاب بالنسبة لها إذا كان أبيك فخوتمون بالنسبة لها عندنا فيها جد حالس أبيك فخوتمون يعني كاين احتكاكات وكاين عندنا لوكا الثاني هو سون فخوتمون بدون احتكاكات دونك إذا كانت أبيك فخوتمون R راه كتساوي Rn زائد F متجهة وإذا كان صون خطمون R متجهة راه كتساوي Rn تردوا البال معايا مزيان راه ديما كاينة Rn هاد F هادي اللي تقدر تكون إذا كان الاحتكاكات تقدر ما تكونش إلا ما كانوش الاحتكاكات إذا تابعوا معاها مزيان هذا بالنسبة لامونتيغ دي فورس يقدر تكون شي قوة أخرى مثلا كيعطيني فورس التمرين هو كيعطيني في التمرين بحال مثلا لو فورس F في فورس F واحد لا فورس F كتجر مثلا واحد لا فورس هنايا كتجر هاد لوكور هذا إذا هو في نص التمرين كيقول لي راه كاينة واحد لوطخو فورس واضح إذا هادو الوضعيات تقريبا اللي كيكونو عندنا حركة فوق المستوى المادين حركة فوق المستوى الأفقي أو لا تشويت في ارتكاز سوق خطوط التدقيق وهنا نعرف ندير ديتيرميناسيون ديال لونسومبل دو سيستيم ديالي ندير لافونتار دي فورس اكستيريور وندير لا ريبريزونتاسيون دو سي فورس أش بقى نبقى أنا لابليكاسيون ديال دوزيام لو دو نيوتون نديرو لو شوا دان روكار دو بروجيكسيون نديرو لا بروجيكسيون تدقيق وهذا بالنسبة ليزونبل داكسيون ميكانيك ونتابعو مزيان مع التدقيق لاخاطش كاين بزاف ديال الدراري كيلقاو فرنسا تسمية سون فخوتمون مكيمكنش كاع كتقولي علاش كيقول لك راه مكاين سون فخوتمون يعني ار مكيناش لا سون فخوتمون يعني اف صغيرة هي اللي مكيناش اما ار راه كاين التدقيق راه عندها اف دونك غادي نشوف واحد البيت ابليكاسيون ديال هذا دوزيام لو دو نيوتون في لوكا ديال موفمون سوغ ان بلون لي هو اوريزونتال التدقيق راه عندها تخوا ديزيتاب هادو لوغ موفمون لي هو اوريزونتال Ok, donc la première étape pour nous, la détermination du système DNA. Ok, donc on va faire ça pour la première application. Application. Application 1. Mouvement. Mouvement. On demande à la deuxième charge de l'USBT. Mouvement sur un plan. Sur un plan horizontal. Horizontal sans frottement sans frottement voilà donc un petit rappel on doit un rappel coordonné la composante composante d'un vecteur force d'un vecteur force
داس ياس ديال واحد فيكتور خاص. دونك الاعصاب اللي عندنا هنايا دوز اكس اكس ديز اكس مع اكس ديز واي. عندنا اكس ديز اكس مع اكس ديز واي. هنا عندنا او اي وهنا عندنا الجل صحيح. اذا اعتبرنا عندنا واحد المنتجات قوة اف لو كان الاول غادي بحال هكا غادي منتجية هذه هي ا بي مثلا هذه هي ا بي المنتجية ا بي اللي كنساوي المنتجية اف وهنا اف هي نفسها ا بي. ا بي في الرياضيات و اف بالنسبة للفيزياء. دونك شكون هما احداثيات ا بي؟ عشان نعرف على كاركتيريستيك ديال اف نعرف منحاها منحاها هو نحو اليمين نحو اليمين. لاديريكسيون ديالها هي لا دروات باراليل او اكس صافي لو سونس ديالها سي تاع دروات ولا نورم ديالها يعني المسافة ليكيفالون ديال المسافة راه هي اف سي بيان هي اف ليكيفالون ديال ديسونس بيشيل كنعرفو عندنا هي اف. شنو هما الاحداثيات ديال ا بي بصفة عامة العلاقة العامة ديال ا بي؟ إلا كنا عارفين الاحداثيات ديال ا احتساس ا هي سقاط العمود ديال ا على ماكس ديز اكس غادي نلقاو هنا اكس ا اسقاط على او ايكغيك غادي نلقاو هنا ايكغيك ا الاسقاط على او اكس كذلك نلقاو هنا اكس بي الاسقاط على او ايكغيك غادي نلقاو ايكغيك بي في نفس البلاصه. من بصفة عامة كنعرفو ان ا تاعنا الاحتساس اكس بي موان اكس ا ايكغيك بي موان ايكغيك ا. دونك هادشي راه شفنا في المشروع ديال الاحداث جيد. اذا من غير بغي نقاط احداث قياس ا بي غنردي في الباه هنا شنو كنلاحظو؟ كنلاحظو ان ايكغيك بي كتساوي ايكغيك ا صافيين ايكغيك بي كتساوي ايكغيك ا. شنو كيعني هادشي؟ كيعني ان ايكغيك بي موان ايكغيك ا شكون كتساوي زيد زيرو. اذا فهاد لو كان هذا تكون عندي اف اف احداث قياسها هي شنو؟ شنو احداث قياس ديال اف؟ ديجا بعدا انا اوتوماتيكمون تكون عندي زيرو محقاش عمود هي على او على او اي كاي صافي. دونك الى مشينا عرفتي او اكس اكس بي ناقص اكس ا هذه المسافه هذه ناقص هذه المسافه هي سبخا هذه المسافات كنحقاش الموجب ها هذا ناقص هذا لكن ماشي عندي موجب لحقاش اش ديال كيو ناقص صفر فهذا لا ديسونس بوزيتيف هذا راه مستطيل. اذا هذه المسافه هي مسافه دونك راه تكون عندي ا بي هي مسافه هي مسافه زائد اف لو كا وكا واحد اخر. الا اعتبرنا ان المنتجيه اف اسيدي ما عندهاش هذه المنحه يعني خدينا المنحه المعاكس يعني خدينا هنايا هو ا وخدينا هو بي اذا هذا ا بي هي اف. اش غتكون عندك؟ غتكون عندك اف خلاص هنا ايكغيك بي كتبقى دائما هي ايكغيك ا اذا دائما بقى عندك هنا زيرو صافي. ولكن ملي تبغيت تحدد الفصول اكس غادي دير دائما العلاقه ديال اكس بي ناقص اكس اكس ا. ولكن هنا شنو ولات عندك؟ هذه هي اكس بي. علاش هذه اكس بي؟ لحقاش هي تكتب بي وهنا اكس ا. اذا ملي تبغي دير اكس بي اللي صغيره ناقص اكس ا اللي كبيره تكون عندك ناقص. علاش؟ لحقاش راه اكس ا عندك انت اكس ا ناقص اكس بي راه واحد اكس ا ناقص اكس بي هو واحد يعني اكس بي ناقص اكس ا يعني ناقص اف ناقص يعني بصفة عامة كتكون يا اما زائد يا اما ناقص. زائد اذا كانت اف مع او اكس عندهم ميم سونس ناقص اذا كانت اف مع او اكس عندهم دو سونس اوبوزي سهلات. زائد اذا كان عندهم نفس المنحة ناقص اذا كان عندهم منحايا متعاكسة. دابا ناخذ واحد بلوكا واحد اخر دونك هادي سي اف اي بيربونديكولير ا او اكس صافيين سي اف هاد القضية اللي هضرنا عليها سي اف اي بيربونديكولير بلوتو ا ويكغيك ها عصافير عمودية على او ويكغيك سولا امبليك كو اف عندها لي كوردوني بلوس او موان اف زيرو. دابا إلا كانت عندنا اف عمودية على او اكس لو كان هضرنا على الخبير كانت عندنا اف عمودية على او اكس تعال نلقاو فيها جديد الحالات. دونك فهاد لوكا هذا دونك اف بيربونديكولير ا او اكس اف بيربونديكولير ا او اكس عمودية. دونك ملي بغينا ندير الاسقاط غندير
تعامل مزيان وقد هذا زاوية قائمة. دونك هذه هي المتجهة ديالنا AB، AB اللي هي نفسها F. إذا باش نلقى الإحداثية ديال A، غادي الإسقاط العمودي ديال A على محور الأفاصيل غادي نلقاو XA، الإسقاط العمودي ديال A كذلك على محور الأرتي غادي نلقاو YA، لا بروجيكسيون فيرتيكال، دونك نتخوف YA. فوالا، بالنسبة ل B نفس الطريقة، لا بروجيكسيون فيرتيكال ديال B غادي نلقاو XA كتساوي XB، ولا بروجيكسيون فيرتيكال ديال B على لاكس دي زيكغيك، لا بروجيكسيون فيرتيكال ديال B على لاكس دي زيكغيك غادي نلقاو YB، اللي هي YB. إذا شنو هما لي كوردوني ديال F؟ فهاد لوكال، دونك ديجا بما أن عندي XA كيساوي XB، كوم اكس اي ديال اكس بي شحال غتكون عندها الفرق هذا؟ غتكون عندك هنا زيرو، ايكغيك بي ناقص ايكغيك ا، ايكغيك بي ناقص ايكغيك ا موجبه هي نفسها اف، غتكون عندنا زائد اف. دابا الى بدنا زعما اجا بدنا المنحه، ردينا المنحه ديالنا نحو الاسفل، كانت بي نحو دونك هنا كتكون عندنا، غتكون عندنا النقطة ا، هنا غتكون عندنا النقطة بي. هنا غادي يولي عندنا إيكغيك أ، وهنا غادي يولي عندنا إيكغيك بي، ولكن إكس أ دائما تبقى تساوي إكس بي، إذا هاد الصفر غادي يبقى هو هو، ولكن ملي بغينا ندير الفرق عاوتاني ديال إيكغيك بي ناقص إيكغيك أ، غادي نلقى سالب، لحقاش كنقص شي حاجة صغيرة من شي حاجة كبيرة، إذا إيكغيك أ ناقص إيكغيك بي كيساوي إف، إيكغيك أ ناقص إيكغيك بي كيساوي إف، إذا إيكغيك بي ناقص إيكغيك أ شنو يساوي؟ دخل تساوي هي ناقص إف، سدير ناقص. إذا هي زائد أو ناقص، دونك إذا كانت عندك سي إف إي بيربونديكولار أو إكس، سولا أمبليك كو إف سي زيرو بلوز أو موان، يعني بصفة عامة، إذا كانت عندك إف عمودية على محور، عمودية على شي محور، راه المركبة ديالها في قاع المحور، لا كومبوزون ديالها، سيفون سي تاكسي نول، سي أن فيكتور فورس، سي أن فيكتور فورس إي بيربونديكولار. اي ماكس ولا واحد لاكس ديال مكان يا اما او اكس يا اما او ايكغيك، راها كومبوزون ديال سيو هاد لاكس هذا راه كتكون نيو، اذا كان عمودي على او اكس راه اكس ديالو زيرو، اذا كان عمودي على او ايكغيك راه ايكغيك ديالو صفر، وهذا دائما الاول هذا كيمثل اف اكس وهذا كيمثل اف ايكغيك، اذا فهاد لوكا اف اكس كيساوي بلوز او موان اف، فهاد لوكا راه ماشي كتكتبو دائما بلوز او موان، لا على حساب انت اللي عندك، واش عندك بلوز ولا موان؟ ما زدتش بلوس أو موان زايد في التمرين، لا، غدير يا إما بلوس يا إما موان، دونك هذا بالنسبة لإحدى السياس ديال القوة، دونك إلا خدينا أمثلة، دونك غادي نعطيو دي زيكزومبل، أربعة د الحالات اللي كاينين فقط، لا غير، إذن ناخدو المتجهة الأولى، هذه هي إف أن، ناخدو المتجهة الثانية، هذه هي F2، المتجهة الثالثة هذه هي F3، والمتجهة الرابعة هذه هي F4. إذن بطبيعة الحال يمكن دير دابا أنت بوز الفيديو وتحاول أمكن تقلب على الإحداثيات ديال F1 F2 F3 F4، صافي باش تشوف واش فهمت ولا ما فهمتش، كل شيء عندك دير أنت دير بوز دابا وحيد السالي دير بلاي، صافي دابا أنا غندير لاسوليسيون بي، يمكن دير دابا بوز باش أنك تحاول أمكن تقلب على لاسوليسيون ديالك. اوكي دونك بالنسبه ل سي بيان، دونك بالنسبه ل لا سوليوشن ديال هاد البيتيت اكزيرسيس دابليكاسيون، شكون هما الاحداثيات ديال اف ان؟ دونك هنا خدينا بالنسبه لاف ان لي كوردوني ديالها، بما ان عموديه على او ايكغيك، ايكغيك ديالها نحط فيها صفر، نفس المنحه دونك زائد اف ان، متفقين؟ نمشيو لاف 4، اف 4 عموديه على او اكس، اذا اكس ديالها زيرو، نفس المنحه مع او ايكغيك، اذا زائد اف 4، نمشيو لاف 3. دونك هذا بالنسبة ل F3 عمودية على O X إذا زيرو، ولكن منحة معاكس مع O Y إذا ناقص F3. إذا مشينا ل F2، F2 عمودية على O Y إذا غادي يكون عندها زيرو في O Y، نفس منحة ولا منحة معاكسة؟ منحة معاكس مع O X، منحة معاكس إذا هي ناقص F2، هذا الكوردوني ديال F1 F2 F3.
اف 3 دابا غادي نشوف الا كان عندنا فيكتور فورس انكلين يعني كان كيدير واحد الزاويه الفا نزبط هاد الانسبيتر ركزوا بزاف على علاش ركزوا عليها بزاف على خاطر في بعض كيكون عندنا بحال هادو الناده جدا بي اللي كتكون فيها بعيده دونك ولكن بالنسبه للمسيرات الاخرى راه ممكن تكون معنا مزيان حتى بالنسبه لوكا اذا كانت عندي لا فورس انكلين دونك اذا كانت لا فورس انكلين دان نونغل الفا اذا كان عندي لو فيكتور فورس انكلين دان نونغل الفا يعني مائل بواحد الزاويه الفا غادي ناخذ دائما الاكس دونك هذا الاكس دي زي غريك وهذا الاكس دي زي اكس دونك هنا عندنا اكس وهنا عندنا اي غريك دونك هنا عندنا اي وهنا عندنا جي وهنا عندنا او سي بيان دونك اذا كان عندي واحد ليكتور فورس انكلين مال واحد الزاوية ألفا يعني كيدير واحد الزاوية ألفا مع دونك هنا عندنا واحد الزاوية ألفا لألفا ديوكا لألفا ديوكا منقدرش نقول راه عمودي ما عمودي لا على ويكس لا على ويكس اش غادي ندير لألفا ديوكا ملي كيكون عندك بحال هكا غتقسمو لجوج ديال المتجهات ساهل غتقسم هاد الإف هذا لدو فيكتور اللي هما فاسيلا trouver ses composantes. Donc le premier vecteur a dit qu'on a quoi là. Le deuxième vecteur a dit qu'on a la direction de l'éolienne, avec une perpendiculaire. D'ailleurs, ça sera là, donc là sera une zéouille. Ça sera là, donc là sera une zéouille. Et d'un, on a fait ça une zéouille à l'imam. Et d'un, je me suis dit que ça sera dans la 5, on a dit le chemin, on a dit à la 4. ماشي الديناميك دي فورس هذا مابقاش هو خصو يتلاقاش تاع مع السامنة هذا ماشي ديناميك دي فورس هذا بحال قلتي عندك أ بي ودخلنا على قطشال بالسي أ بي راه هي أ سي زائد سي بي أ حتى سي زائد سي بي هذا بالنسبة دونك لي كوردوني ديال هاد الفيكتور الأول راه ساهلين لي كوردوني ديال هاد الفيكتور الثاني راه ساهلين صافيين ممكن نحددوهم هادي بعدا راه موازية لو إكس وهادي موازية لو واي في الرياضيات إذا كانت عندك واحد لو فيكتور اي عنده الإحداثيات ديالو الفا بيتا واحد لو فيكتور في عنده الإحداثيات ديالو ا بي راه لو فيكتور اي بلس في شنو هو الإحداثيات ديالو هي ا بلس الفا بي بلس بيتا تو سامبلومون يعني الإحداثيات الأوفصول ديال هادي زائد الأوفصول ديال هادي كيعطي الأوفصول ديال هادي ولكن لابسيس لا كومبوزون سيغور او اكس ديال هاد نون نول مي هذا راه نول يعني لا كومب يعني الاوفصول ديال المتجهات هو نفس الاوفصول ديال علاش لحقاش الاوفصول ديال هذا كيساوي زيرو واخا الارتوب الارتوب ديال اف عاوتاني راه هو نفس الارتوب ديال هذا علاش لحقاش الارتوب ديال هذا عاوتاني كيساوي زيرو راه عمودي على ويكال متفقين اذا ركز معايا بالنسبه للطريقه كيفاش كندير اذا كنكتب اف متفقين وكنفتحو الاقواس صافي وكان نتفقوا بعدا على واحد البتي كورد شكون هما كتعرفوا ان الكوسينوس لو كوسينوس ديال واحد لونغل الفا هو لادجاسون على الكوتينوس يعني هو المحادي على دواته صافي لادجاسون لادجاسون على لي بوتينوس يعني هو المحادي على الوسط المحادي على الوتر على الكوسينوس والسينوس شكون هو السينوس ديال الزاوية الفا هو لوبوزي هو المقابل على ليبوتينوس صافي دونك هو المقابل دونك بالنسبة للحساب ديالنا هنا ليبوتينوس هو المحادي على الوتر والمقابل على الوسط ولكن الكود اللي خاص تحضر ليا انا هنايا شكون هو هو دائما ملي تسمع كوسينوس راه كيعني ادجاسون يعني محادي ادجاسون ودائما ملي تسمع سينوس راه كيعني اوبوزي اللي هو مقابل فيس فيرسا يعني الادجاسون هو الكوسينوس والاوبوزي هو السينوس صافا غادي نشوفو بعدا صافي هادشي دابا نمشي لهذا هاد لي فيكتور هذا بوزيتيف بعدا لا كومبوزون ديالو سيفون اكس بلوس ولا موان نفس المنحة ولا منحة معاكس نفس المنحة كدير زائد اف ولكن ماشي اف كاملة
انا باش ندخل للقضيه هذو ما عليها اش يقول لك تبع واش تاع الفرق بس هذا دار دانس كان نوت جاست ادجاستون كان دير كونسيونس دوز تاني و هذا هو اللي غادي معايا يدير هو اللي غادي يعطيك يدير بلوس ولا موان بلوس علاش بلوس لحقاش هذو نفس المنحه هذا اش يكون كوس ولا سين زعما واش محادي ولا مقابل هذا هو المحادي هذا هو المقابل قبالة مقابل يعني قدام محادي إحدى ألفا هذا قدام ألفا وهذا إحدى ألفا إذا بما أن قبالة ألفا قدام ألفا مقابل راه هو لو سيتان سيريز دو ألفا صافي وهذا بالنسبة ليكزومبل نيميرو أن دابا إلا خدينا واحد أخر إكزومبل ليكزومبل نيميرو دو المثال الثاني دونك إذا كان عندنا لو فيكتور فورس لو فيكتور فورس ديالنا ديال الكلام عندنا اف الزاويه الفا هنا كاين الزاويه الفا مثلا مثلا غادي نشوف كيفاش كيولقى لي الزاويه الفا هنا عندنا مول الفا كنقسموها لجوج هذه المتجهه الاولى هذه المتجهه الثانيه اذا الفات ما شكون هما لي كونغولين ديالها تبعوا نفس الطريقه دونك اسمها اف 1 اسمها اف 2 اف 2 دونك شكون اللي غادي يعطينا لاست يعني شكون اللي موازي مع ويكس واش هذا ولا هذا هذا هو اللي غادي مع ليزيكس واخا شاف مع نفس انا قلنا منحه معاكس منحه معاكس اذا غادي نديرو موان محادي هذا ولا مقابل محادي اذا محادي غادي نديرو كوسينوس عاوتاني هذا نفس المنحه ولا منحه معاكس نفس المنحه هسه هسه بحال بحال اذا بلوس اف دونك قيسي هذا كوسينوس هذا كيكون سينوس اذا معمول كيكون سينوس سينوس ولا كوسينوس كوسينوس ديما قيسي هذا كوسينوس اخرى سينوس ولا قيسي هذا سينوس اخرى كوسينوس دونك هذا بالنسبه ليكزومبل نيميرو 2 نزيدو ليكزومبل نيميرو 3 اذا كان عندنا فيكتور فورس بحال هكا هذا هو اف 3 دونك هنا عندي لونغ الالفا دونك دائما غادي نقسمها لجوج ديال المتجهات وحده كتكون غاديه مع لاكس ديزيس وحده كتكون غاديه مع لاكس ديزيغري موازيه دونك كتعطينا المتجهه الاولى زائد المتجهه الثانيه كتعطينا المتجهه اف 3 نشوفو بالي كوغوني ديال اف 3 لي كوغوني ديال اف 3 دونك اف 3 غادي نبداو دونك اللي كيعطينا ليكس الاول ولا الثاني تخي بيان الاول دونك غتكون عندي بلوس بلوس ولا موان ماشي بلوس وا علاش لحقاش هذا غادي يهز زيرو وهذا غادي يهز زيرو اذا تكون موان هذا قدام الفا ولا حدا الفا شنو يكون قدام هذا لوبوزي هذا هو سينوس سينوس دو الفا زيد اذا مشى لهذا بلوس ولا موان موان بيان سور لحقاش هذا نازل تحت وطالع لفوق دونك سي موان اف كاين هذا سينوس هذا غادي يكون كوسينوس وهذا بالنسبه ليكزومبل نيميرو 3 نزيدو على نوتخ إكزومبل لو ديرني إكزومبل لو ديرني كا مع الحالة دائما حتى إلى عندنا حتى هنايا دونك إلا كان عندي لو فيكتور فورس بهذا الشكل قضا إف 4 هنا لونجل ألفا غادي نقسموها لجوج نقسموها لجوج ديال المتجهات وحدة غادية الموازي لو إيكغي الموازي إكس دونك غادي المتجهة الأولى وغادي المتجهة الثانية باش لاصوم ديالهم غاتعطيني إف 4 شكون هما لي كوغوني ديال إف 4 دونك شكون اللي غادي يعطيني لابسيس الأول ولا الثاني شكون اللي غادي نشعل نبدا الأول ولا الثاني الأول بلوس ولا موان موان ولا بلوس من بعد نفس المنحة راه بلوس إف 4 كوس ولا سين قدامها أوبوزيت سينوس فوالا الاخر عاوتاني بلوس ولا موان ها هذا بلوس ولا موان هاد لي تيتو هي تاع الف يعني يا موان اف 4 هنا اف 3 اف 3 اف 2 اف 2 اف 1 اف 1 دونك سي موان اف 4 بالنسبه لهذا دونك بما ان هذا سينوس هذا غيكون كوسينوس دونك غاتلاحظوا معايا مزيان دونك نقدروا نلقاو بلوس بلوس نقدر نلقاو موان بلوس نقدر نلقاو بلوس موان نقدر نلقاو كوس سين نقدر نلقاو سين كوس دونك هذا بالنسبه للاحداثيات ديال المتجهات قوه اذا كيفاش ندير
لا بروجيكسيون طبيعه الحال ماشي فقط غير متجه القوة حتى بالنسبه للسرعه حتى بالنسبه للفيكتور فيتاس نقدروا نخدموا عليه اي فيكتور كيف ما كان يمكن نخدموا عليه باش نديروا لي كوردوني ديالو هذا سان رابيل اللي هو ايسونسييل فوندامونتال باش نلقاو الاحداثيات ديال واحد المتجه اوكي دابا نرجعوا للنظريه ديال موفمون سو ان بلون هوريزونتال دونك الشكل اللي كيكون عاطينا الاغلبيه في التمارين ولا ما عطاوش تقسمهم قسم الشكل هنا عندنا الموفمون ديال واحد لو كور سو ان بلون هوريزونتال سون فرودمون دونك هنا خاصها تكون تطبق عليه واحد القوه زي واحد القوه اف باش نكون شحال هكا مستقيم يوم تاع الوضع دونك خاصنا عندنا اون فورس اف كيكون رسميا في الشكل يعني خاص تزيد انت في الفانفون تاع لي فورس مزيان كذلك كاين بزاف ديال الديسيس كي امبوزي عليك هاد لو شوا دو روبير او لا لو ريفيرونسيال كي فرض عليك واحد الروبير دي سباس هنا ايغريك لا بليبار دي تكنيك كون ديريجي سيغون لو سونس دو موفمون و انت خاصك تطبق دوزيام لوبليو دونك لا بروميير ايتاب شويه Donc, je suis un question qui se déterminer l'équation différentielle du mouvement, déterminer l'équation différentielle de la vitesse, trouver l'expression de F, aller de cadet, ainsi de suite. On applique la deuxième loi de Newton. Et dans les questions, d'ailleurs, on applique la deuxième loi de Newton. Donc, on va voir le système. À l'étape de la détermination du système. Donc, si le corps S. Donc, c'est au bien le corps S. Voilà, subi. D'abord, on a l'inventaire des forces extérieures. Je connais les forces qui sont donc, il y a des termes qui sont dans le bien là. D'abord, l'ensemble du sud bien là. Quel est le qui voit qui voit un mot les forces à distance. Ou la force à distance, il y a un bras derrière le qui est là, il y a P. دائما بي راه هضرنا عليها مثلا دوكا هنايا دونك بي راه تكون فيرتيكال ديال جينيرال لوغون هادي بي شكون هما الاجسام اللي في تماس مباشر مع لو كوردي هو لو بلون اذا غادي تطبق عليه واحد لا فورس اللي هضرنا عليها اللي هي اف غير هاد اف غادي اش قال لي هو سون سيرك سون فروتون ما كاينينش لي فروتون سافا دير شكون ما كاينينش لي فروتون يعني اف كتساوي اف ان اف راه هي نفسها Donc, celui P son poids, égal P le poids de l'eau, et R réaction de sol. R réaction de sol, I, donc avec la force A, et la force F. Donc, réaction de sol, I, la force F. On va travailler, la force F. Ça fait donc, nickel. De le système DNA, qui a de l'inventaire des forces extérieures, qui a une queue des forces, la représentation de ces forces. À chaque fois, l'application de la deuxième loi de Newton. Donc, selon la deuxième loi de Newton, donc on a, la force de l'eau, la force تاعي غادي دير لها صون الاولى هي بي زائد ار زائد اف كيساوي ان اج صافا دا هي لابليكاسيون ديال دوزيام لو نيوتون خاصني نقول لها صون دي فورس اكستيريور ديال لا ايماج من بعد كندير لو شوا دا روبير دو بروجيكسيون هكذا وكندير لا بروجيكسيون على لي زاكس شكون هما لي كوردوني دوبليو لا ديال بي ماشي هضرنا على عدد شكون هو الاحداثيات ديال بي في عمودي على او اكس دونك هي كان بعض الفورس بيربونديكول على واحد الاكس سا كونتوزون سويفون سي تاكس زيرو عند منحى معاكس دونك ناقص بي ندوز على النسبه الثانيه ار شنو هي الاحداثيات ديال ار ار عمودي كذلك على او اكس لان زيرو ولكن عندنا نفس المنحى مع او كريك زائد ار زيد لا فورس الثالثه هي اف شنو هي الاحداثيات ديال اف اف عاوتاني عمودي على او كريك ديال اي كريك ديالها ولا كيساوي زيرو نفس المنحة مع او اكس اذا تكون عندك زائد اف دونك هادو هما لي كوردوني ديال بي و ار اف باقي لنا ا جي باقي لنا لو فيكتور ا جي دونك بالنسبة لو فيكتور ا جي شنو نقدرو نقولو عليه
Donc le mouvement qui est le suivant, le mouvement qui est le suivant au x, il y a au cours de mouvement x par appliqué trial, dit g, y direct qui est pratérique, y constant, ce qui implique que y point qui est égal à 0, ce qui implique que y de point est égal à 0. Je mets y de point à égal à y, ce qui implique que hg, a dit qu'on a les coordonnées ax, 0. Ça fait. Donc là, ça donne la projection à droite par ax, ça donne la projection sur le mouvement ox. Donc la projection de étoile suivant ox, هذه برينا القاب ax مثلا وعطينا f. ولكن لو بغيت نلقى f بغيت نلقى b خصك دير لا بروجيكسيون على y لاخاطش p و r كاينين في y. الى بغيت نلقى f دير لا بروجيكسيون على x. بغيت نلقى y ولا بغيت نلقى بلوتو r خصك دير لا بروجيكسيون على y. دونك على حساب شنو طالبين لك هما طالبين لك اسيدي تكتب p و r دير لا بروجيكسيون عليهم بجوج. دونك على حساب شنو طالبين لك السؤال. Donc la projection sur OX est atteinte. Hein, la classe qui est là. P, Z, F, Z, R, Z, F, qui est égal à M, AG. On est sur qui est là. C'est le même. Quand il y a deux tâches à 0, quand il y a X, 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 on va se prendre deux tâches à 0. Vous voyez, hein, le même tâche à 0. Hadda, on va PX, on va 0. Y ناقص P Rx هو 0 Ry هي R Fx هي 0 Fx هي F Fy هي 0 donc Px هي 0 Py ناقص P Rx هي 0 Ry هي R Fx هي F Fy هي 0 مزيد غادي نعاود شكون هي Px قلنا هي 0 شكون هي Rx هي 0 Fx كبيرة هي F كتساوي MX سو كي أمبليك كو AX هادشي كيستلزم أن AX كيساوي F على M صحيح؟ هاد العلاقة لقينا دو ليكواسيون كتقدر تطلب ليا هاد السؤال هذا ليكواسيون ديفيرونسيال معادلة تفاضلية l'équation différentielle de la vitesse quand on a had ax hada bdid vx hada dil kassawi f ala m i l'équation wahda akhra ala tani la tabou ala soual l'équation différentielle de mouvement معادلة تفاضلية الحركة بمفهوم سي كنعاود عاوتاني هاد الاكس هذا بالديل اوكاري اكس على ديل تي سيجما كيساوي اف على ام صافي دونك هذا بالنسبة ليكواسيون ديفيرونسيال إذا بغيت ديال لافيتاس كندير المشتقة ديال لافيتاس ويت بلا موفمون كندير المشتقة ديال اكس صافي باش كنلقى ليكواسيون ديفيرونسيال يقدر يجي واحد السؤال آخر من بعد منين يقول لك ديتيرميناسيون دو موفمون لا ناتور دو موفمون هذه الأسئلة محتملة فهاد الوضعية زاد دونك هنا بالنسبة ليكواسيون ديفيرونسيال دو موفمون ليكواسيون ديفيرونسيال دو لا فيتاس دابا غادي نشوفو ليكواسيون دي أولا بليتو لا ناتور دو موفمون دونك بالنسبة لناتور دو موفمون فيها شقين فيها جوج ديال الأجزاء الشق الأول هذا كنجيبوه من التراجيكتوار هذا الشق الاول في الجواب كنجيبوه من التراجيكتوار زائد الشق الثاني كنجيبوه من لا فارياسيون دو لا فيتاس كي كتغير السرعه فارياسيون دو في اذا كانت فيتاليزا ما كتغيرش كنقولوا يونيفورم اذا كانت تزايديه كنقولوا اكسيليري اذا كانت تناقصيه كنقولوا غوتاردي التراجيكتوار اذا كان مستقيم كنقولوا ريكتيلين إذا كان منحني كنقولو كيرفيني إذا كان دائري كنقولو سيركولير على حساب لا ناتور ولا تراجيكتوار صافيين دونك بالنسبة لوكا ديالنا حنا كي قالها تراجيكتوار ديال جي هي عبارة عنها مسار مستقيم
Donc, le mouvement rectiligne, le mouvement, donc on va voir ce qui est dans ça, la sorte de mouvement, donc je me suis dit rectiligne, c'est le chaque de la voile. ولكن بالنسبه لنا بايس ولا فيتاس كاين واحد الطريقه اخرى اش كنديروا كنحسبوا اجي سكالير في جي بصفه عامه دونك عندك ثلاثه ديال الحواس اذا كان موجب سوبيريور زيرو دونك كيصير واحد الفالور اللي هي كان بوزيتيف اكسيليري يونيفورم يعني ماليا يونيفورم إذا كان نيجاتيف دونك إذا كان هذا لو برودوي نيجاتيف فهاد لو كا غادي يكون غوتاردي هذا بالنسبة لو كا إذا كان عندي نيجاتيف يونيفورم وإذا كان نول إذا كان كيساوي زيرو يونيفورم دونك فهاد لو كا كنقول لو موفمون يونيفورم دونك على حساب اج سكالير في جي غتسولي دابا تقول لي شكون هذيك اج سكالير في جي يعني شكون كتساوي هذيك اج سكالير في جي راه دو البال حنا ما بغيناش القيمه ديالها حنا بغينا غير الاشاره ديالها غير الاشاره ديالها واش موجبه ولا سالبه بصفه عامه دون فاسون جينيرال قلنا اج سكالير في جي تساوي AX في X بلس AY في Y بلس AZ في Z هذه الخصائص ديال جداء السلم كاين في الرياضيات خذ مثال دونك في لوكا ديالنا قلنا دونك عندنا AY عندنا قبل كتساوي زيرو في Y تاهي كتساوي زيرو AZ ما كايناش كاع كتساوي زيرو حتى في Z كتساوي زيرو غادي يبقى لينا غادي يبقى لنا عندنا اج سكالير في جي كيساوي ا اكس في اكس مزيان ا بي شحال لقينا في ا اكس ا اكس لقينا فيه هو اف على ان كده موجب دونك هذا الجداء هذا اللي غادي يحبنا نجاوبو هي في نبداو نتجاهلو السرعة ديال الجي هادي هي في جي لحقاش خصائصها ان الاتجاه ديالها رجعوا لدوك متجه السرعه الوحديه بالنسبه للمساواه ديال الجهه والشرق المميزات ديال الكاركتيريستيك ديال الفيكتور فيتاس الكاركتيريستيك ديالو لوريجين ديالو في الاصل هو البوان لا ديريكسيون ديالو هي سي لا دروات طونجونت على التراجيكتوار اللي كان كونفيني ولا كتكون كونفوندي على التراجيكتوار اذا كان اكسيني هذه لا ديريكسيون لو سونس ديالها هو السون دو موفمون هذا كتكون عندنا في جي في جي في اكس ديالها موجب ولا سالب نفس الصنص هذا نعمو موجب افيك في اكس راجعوناش لا فالور ديالو في اكس بوزيتيف سو كي امبليك موجب يعني ان ا جي سكالير في جي راه موجب دو باش نديرو فهاد البلاصه هادي اللي بقات هنايا واش غادي نديرو اكسيليري يونيفورمون روتاردي يونيفورمون ولا يونيفورم شنو كاين لا بوزيتيف اذا نديرو اكسيليري يونيفورمون Donc le mouvement est rectiligne, la chaque largeur, car la trajectoire est rectiligne, accéléré uniformément. Voilà, donc allez, nous sommes dans la nature de mouvement. D'abord, je vous souhaite une équation orale de la vitesse. Équation horaire de la vitesse. Donc on a AX qui est servi de VX sur DT. C'est bien. On va dire AX à la constante, H est constante et constante. Dans la primitive qui est là, donc qui est servi f sur m, nous avons vx lié à v, car nous avons vx sera positif, 1 sur v, alors c'était vg, nous avons essayé de la dire
VG0, regarde VX moins sur VG moins V. Donc il y a F sur M initialisant fois TZX V0. V0, il y a sur A, L de IA. Donc c'est une espèce d'équation horaire de la vitesse. هذه معادلة الزمنية ديال السرعة. إذا كان سون فيتاس إنيسيال كنعوض ديك في زيرو بزيرو، راه كيوقف في 800 كنقول لك سوف تسيني سون فيتاس إنيسيال كتعوض في زيرو بزيرو. قال لك ديبا في سون ديبا هذيك فيتاس إنيسيال في أ ولا في بي ولا في سي كتزيد بها في أ ولا في بي ولا في سي وشوف شحال عندك. بالنسبة ليكواسيون أوغار دو موفمون، ليكواسيون أوغار دو موفمون équation horaire de mouvement. Donc, nous avons une équation. Nous avons un autre intégral et nous avons une autre analyse. Donc, nous avons un Vx qui est servi de Dx à la limite. Ce qui est un Dx de T est là. Nous avons la primitive de l'année. AT plus V0. Nous avons un T plus V0. Il y a 1 demi F sur M T au carré plus V0 T plus X0. Alors, on a X0 les nains, quand on a les conditions initiales, à T égale à 0, il y a le mot-séharic. Là où X vient. X vient le mot-séharic, à T égale à 0. Sur A vient le mot-séharic, à T égale à 0. Ça fait qu'on va dire une espèce d'équation horaire de mouvement. J'ai mis un nom à dire le massa. J'ai mis un nom à dire le mot-séharic. قلنا المعادلة رقم واحد مع المعادلة رقم جوج. إذا قلت مثلا مشى حتى لواحد النقطة وحبس، تلقينا إلا حبس مثلا إلا كانت عنده واحد السرعة تيتا نخدم فيها العلاقة ديال السرعة. مثلا قال لك شحال السرعة ديالو في واحد النقطة اللي الموصول ديالها إكس كيساوي 10 ولا 20 ولا 30 ولا 40، غاتجي لها وتعوض إكس وتقلب على دي كتلقى دي تخرج دي. إذا دائما العلاقة اللي عندنا راه عندك مثال هذا الشيء مع هذا. Donc, T, donc, le point G. Alors, je vais faire un peu de temps. L'instant est là. Je vais faire X, la vitesse est là. Donc, il y a plus qu'un arf T, je vais faire X. Je vais faire un peu de temps. 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 Je vais faire العلاقة رقم واحد. كذلك كنت كنعرف في مثلا عرض نخرج دي العلاقة رقم واحد، كنت عارف اكس نخرج دي العلاقة رقم جوج. فالحين اذا كنت كنعرف غير واحد زيرو غنستنتج الاخرين، كنت كتعرف في غتبدا من هنا وتخرج دي، كنت كتخرج اكس كنت كتعرف اكس غتبدا من هنا، من اكس تخرج دي، من دي تخرج دي، كنت كتعرف دي غتبدا من هنايا تخرج في وتخرج اكس، وهذا هو العلاقة اللي كتخدم. هذا بالنسبة للدوزيام لابوريتور لابليكاسيون ديالو على le mouvement sur un plan horizontal sans frottement. Ça fait que l'aïnat, neuf cellules, neuf taille, neuf la sécurité à autre rien que l'IA mortelle. Et d'un moment, quand je crois qu'on a été bien dit, bon, ou il a caché cela, quand c'est un fromage, quand c'est un céréal de zéro ou car ça, le mazil de tourbé, et de bien parler de la fin de l'autre, de finir une mouchée, la femme, lequel on dira plus de détails. وزيد عاوتاني نشرحو باكثر طرق اخرى مختلفه. المهم هو حاول ما يمكن لو ماكسيموم ديال ان شاء الله تعالى باش نوصلو للمعلومه. الي بون كوراج اي بون شونس، نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. بونسوار.